أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم بهذه القناة وأرجو أن تنال إعجابكم ومشاركتكم، حيث سوف أتناول في أول سلسلة على هذه القناة المواد والأعشاب الموجودة لدى العطارين في بلادنا. فلنبدأ على بركة الله. الكلخ هي نبتة عشبية معمرة تنتمي للعائلة الخيمية وتتواجد في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث ينتشر بريا في مناطق محددة من بلاد الشام وبلاد المغرب العربي وتركيا وإيران وأفغانستان. وهذه العائلة تضم أكثر من 250 جنسا و1500 إلى 2000 نوعا، ومن أشهر هذه الأنواع البقدونس، الكزبرة، الشبت، الجزر، الكمون، اليانسون، الكرفس، الكراوية، والقزع. ولكن معظم أجزائها سام للإنسان والحيوان. ولهذه النبتة عدة أسماء: الكلخ، القنة، الأشق، أبو كبير، لصاق الذهب، وشج، الشهام، قاتل نفسه، علك الكلخ، صمغ وشدرس. وشجيرة الكلخ بساق وأغصان متفرعة ذات أزهار صفراء باهية اللون يصل ارتفاع بعض منها إلى المترين. تتكون أزهارها في فترة الربيع من الشهر الثالث إلى الشهر الخامس من كل سنة، وتجمع الكثير من الحشرات كالخنافس والدبابير الصغيرة والذباب والنحل، وتذبل في فصل الصيف ليتبقى الجذع خاليا مجوفا لتسكنه بعض الزواحف والحشرات. مع سمية معظم أجزائها إلا أن هنالك نوع من الفطر ينمو على ساقه وأكله لا ضرر فيه. يتم استعمال السائل الخارج من الساق بعد شقه مكونا لصمغ ذا لون أسود يسمى بصمغ الحلتيت. يتكون هذا الصمغ من 70% من مادة راتنجية و10% زيوت طيارة ذو رائحة تشبه رائحة الثوم إلى حد ما، وباقي تركيبته استرات حمض الفوليك. لهذا الصمغ عدة استعمالات، منها الطبية ومنها الجمالية، وقد استعمله أجدادنا القدماء مع عدم توفر الدراسات الكافية لذلك. فوائده من الناحية الطبية: التخفيف من آلام الحيض، التخفيف من الربو، التخفيف من التهاب القصبات الهوائية، التخفيف من مشكلة مسمار القدم، التخفيف من الهستيريا، يخفض من مستويات ضغط الدم، يقلل من الصداع، يساعد على إضرار البول. أما فوائده من الناحية الجمالية: يساعد على تقليل حب الشباب، إضافة نضارة للبشرة، تحسين الشعر الجاف. محاذير الاستعمال: كما قلت في السابق، ليس هنالك دراسات كافية تؤكد فوائده الطبية، لكن هنالك محاذير لاستعمال هذا الصمغ للأشخاص الذين يعانون من النزيف وضغط الدم المرتفع أو المنخفض، حيث من الممكن عدم السيطرة على ضغط الدم عند استعماله، كالأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات المعوية، وكذلك يحذر منه الأشخاص المقبلين على عملية جراحية. نأمل أن أكون قد وفقت بتوصيل القدر الكافي عن هذه النبتة، ولا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.